الخبر الاول اللي عدنا عشان سبب خلاف نورمار وباريش دادا. طبعا باريش دادا نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب اللي يوضح بيه وكشف الحقيقه. طبعا بالبدايه اللي ما يعرف انه باريش دادا ونورمار هم كانوا اصدقاء ويصورون مقاطع قبل فتره طويله، ولكن فجاه انقطعت كل العلاقه اللي بينهم وصاروا يصورون يا بعض. ورغم هذا المتابعين ما حشرح لهم القصه لانه باريش دادا ونورمار قرروا انه يسكتون وما يفضحون بعض، ولكن نورمار خلال هذه الفتره اللي صارت بين المشكله صار شوي يسمع كلام انه اصدقاء القديمين هم خاينين مثل هذه اللقطه شوفوها. مستعد تسامح دوت مع بترجع صفحتهم بيضاء عندك؟ لا في اغلب المتابعين توقعوا ان نورمار يقصد ايمومار بكلامه وباريش دادا، فاغلب المتابعين صاروا يتهجمون عليهم انهم خاينين، الى ان قرر باريش دادا ينزل على حسب بالانستغرام شويه ستوريات يقول بيها انه هو ساكت كل هذه الفتره وان نورمار هو واحد مفتري. حطكم يا جماعه، اول شيء السلام عليكم. كمان صاير شغله من 3 ايام، تمام؟ كل ما افيق بنزعج على الرسالات، بنزعج على التعليق والتاغات، تمام؟ يا جماعه انا من سنه ولا مره ما فتحت هيك مواضيع، ولهلا تزعجوني بهيك شغلات، تمام؟ وبتفتروا علي، انا مالي عامل شيء، تمام؟ دائما انت خاين. ايه من سنه يا نور انا مالي طالع هيك مواضيع ابدا مشان العشره بيناتنا، مو مشان شيء، تمام؟ بس انت دائما تبين للناس انا خاين، بس انا مالي خاين، تفتر علي، تمام؟ مو بس علي، علينا، تمام؟ وحاج في المتابعين من نور مارو باريش دادا صاروا يتهجمون على بعض ويهكرون حسابات بعض، الى ان باريش دادا قرر انه ينزل هذا المقطع ويشرح به القصه من البدايه، من لما نتعرفوا الى حد ما صارت المشكله بيناتهم. القصه هي بالمختصر انه بالبدايه باريش دادا كان عنده 500,000 متابع على التيك توك، وخلال هذه الفتره هو ونور مارو كانوا يعرفون بعض، اللي كان عنده 200,000 بالتيك توك، ولكن بعدها تعرفوا على بعض عن طريق احد الاشخاص، وكل واحد سوى فولو الثاني، واثنيناتهم عجبوا بعض وصاروا يحبون بعض، الى ان بيوم من الايام نور مارو طلب من باريش دادا انه يصور وياه مقطع على اليوتيوب. فنور مارو خلال هذه الفتره هو كان يوتيوبر نوعا ما مشهور، ولكن بالنسبه لباريش دادا فهو ما كان يعرف اليوتيوب ولا كان داخل بيه. طوروا هذا المقطع وباريش دادا عجب الوضع وقرر انه يدخل اليوتيوب بنورمار بما انه هو صديقه، فحب انه يساعده وشرح له وعلمه على اليوتيوب، ومن قوة الصداقة اللي ما بينهم طر اصدقاء خارج وداخل السوشيال ميديا، ونورمار وصل 1,000,000 متابع وكل كان مبسوط بهذا الشيء، الى ان بيوم من الايام نورمار اقترح على باريش دادا انه يسوون فريق، وطبعا باريش عجب الوضع وسووا فريق مشترك، والكلام اللي حقوله حاليا هو باريش دادا اللي قال اني مالي دخل بالموضوع. نورمار بعد ما اشتهر وصار عنده متابعين نوعا ما صار شوية غرور وتغيرت شخصيته، صار ما يعامله نوعا ما كصديق، وصارت بيناتهم شوية حساسيات، والمعلومة بس انه هذا الشيء طبيعي، فالشغل شيء والصداقة شيء وكل واحد يتعامل بها بطريقته، وصدقه والشغل اثنيناتهم ما تضبط ويا بعض. فهذا النورمال كان فريقه يحطوا شويه قواعد، والمهم انه ما يصير يصور مقاطع على قناته، يصور تيك توكات هوايه، ولكن الشيء الغريب اللي قاله باريش دادا انه النورمال كان يطلب من باريش انه يعطيه فلوس مقابل هذه المقاطع اللي ينزلها بقناته، او ياخذ نسبه من قناته باليوتيوب، وصراحه فكره انه ياخذ نسبه من قناته باليوتيوب هذا الشيء من حق نورمال بما انه هو صاحب الفريق، فاتوقع نفس الشيء يسويه، وسام تكت فهو ياخذ نسبه من ارباح فريقه حسب ما صارت مشكله قبل ياسو وسام اعترفت بهالشيء، ولكن باريش ما عجبه هذا القصه وصارت مشكله بيناتهم وانفصلوا عن بعض لانهم اتفقوا على هذا الشيء، حاولوا انه يضبطون الوضع اكثر من مره، ولكن من واضح انه اثنيناتهم ما يضبطون بالشغل، فهذا باريش ونور كل واحد سوى له فريق معين، وخفوا القصه عن السوشيال ميديا وصاروا يقولون انهم تركوا بعض مجرد مشاكل عاديه مو اكثر، وهذه القصه يا حبايب من البدايه الى النهايه. بالنسبه لرايي بالموضوع الصراحه ما شايف اكو اي غلط انا شخص، وهذا هو الشغل، وللاسف ان الشغل اثر على صداقتهم وتركوا بعض. فنور مر عنده قوانين وهذا الشيء من حقه لانه هو صاحب الفريق، ممكن قوانينه شويه صارمه ولكن كان المفروض انه باريش يحترمها، بنفس الوقت باريش ما عجب الوضع فهو من حقه انه يطلع من الفريق. وبصراحه يا حبايب اكتبوا لي بالكومنتات شو رايكم، منو الصح ومنو الغلط، هل نور مر او باريش، وهل تتوقعون نور مر حيطلع يرد على الموضوع؟ وبس والله وصلنا للمقطع، من المقطع عجبكم لا تحطون لايك، تركوا بالقناه، تشتركوا في القناه، تشتركوا في القصص، وبس مع السلامه.